السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يرسل كل يوم جمعة رسالة عن طريق الجوال هي عبارة عن قوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخرها، هل هذا التخصيص وهذا الإرسال كل جمعة يعد مشروعا؟ هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مأمور بها، مأمور بها يوم الجمعة أفضل من غيره، ولكن إرساله في الجوال وتعميمه على الناس ما أرى أن له مناسبة، لأنهم قد يظنون أنه شيء واجب، يظنون أن هذا شيء واجب عليهم. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،